مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج كبسولة. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم ما تبقى من حلقة حساسية الأطفال، ومع الدكتور علي عبد الباقي استشاري أول أطفال وحديثي الولادة. أهلا بك من جديد دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دعنا نستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهو العلاج من حساسية الأطفال. إحنا بس أول ما نقول العلاج عايزين نعرف بس إيه اللي بيحصل، عشان يعني إيه المشكلة اللي بتحصل عشان أعرف أنا هعالج إزاي. وبعدين إحنا عندنا علاج الحساسية أو الأزمة في الأطفال هم حاجتين، ما فيش غيرهم، سلاحين يعني أو دراعين، اللي هم موسع الشعب والحاجة التانية الكورتيزون. اللي بيحصل إن لما الطفل بيتعرض للعامل الخارجي أو المؤثر الخارجي اللي هو عامل تهيج في جهاز المناعة ده، الخلايا اللي احنا بنقول عليها ديت بتطلع هيستامين وبتطلع حاجات كتيرة جدا. الحاجات الكتيرة جدا دي بتروح للشعب الهوائية وتعمل تقلص في جدار الشعب الهوائية نفسها، فبتضيق يعني لو ده تجويف مثلا بتاع الشعب الهوائية أو القصب الهوائية، يعني شعيبات اللي هي الرفيعة بتضيق نتيجة للتقلص اللي بيحصل. وبعدين بيحصل كمان التهاب في جدار الشعب الهوائية ديت، بيبقى فيه تورم ونتيجة الخلايا اللي بتتجمع هناك، ويبقى فيه إفرازات، وللأسف تبقى إفرازات لزجة. فكل العوامل دي بتعمل إيه؟ انسداد أو تضييق في مجرى النفس. أنا عشان أعالج قلنا حاجتين، الموسع الشعب عشان يقلل السبازم أو التقلص اللي في العضلات، أدي نمرة واحد. بقية الحاجات التانية اللي بيعملها الحساسية اللي هو التورم في جدار الخلية والإفرازات الكتيرة، بيعالجوا الكورتيزون. الموسع الشعب بالنسبة للأطفال حسب الحالة وحسب الدرجة، لو الحالة حادة والطفل تعبان جدا، يعني مثلا بتيجي الحالة عندها كحة وعندها تزييق وعندها نهجان، بكتب لها جلسة تيمولايزر اللي هو بياخد موسع الشعب ده عن طريق جهاز كده بيحطوا فيه موسع الشعب مع محلول ملح، والسائل ده بيتحول لبخار، والبخار بيخش ينزل تحت في يعني أصغر حتة في الجهاز التنفسي عشان يوصل لها، وبياخد كمان جرعة كورتيزون اللي هو ديكساميثازون ده يعني في الأول خالص. بعد كده الطفل غالبا بيتحسن، وبعدين بيروح البيت بياخد برضو نفس العلاجين اللي هو الكورتيزون ده بس بالفم، وموسع الشعب برضو بالفم. في بعض الحالات بتبقى الحالة يعني شديدة جدا، وممكن أنا أكرر الجلسات، وممكن ساعات كمان بعد تكرار الجلسات ما بيستجيبش، فاضطر أن أنا أدخله مستشفى وأدخله عناية، لأن بعض الأطفال ممكن يحصل لهم هبوط في التنفس، هذه المضاعفات بيخش الهواء ما بيطلعش، وده ما قلنا بينفخ يعني بينفخ الرئة. الرئة دي زي النفيخة كده، زي البالونة، لا يعني ليميت معين في الهواء، لو الليميت ده زاد بيفرقع. الفرقع يعني خلاص الرئة اتقفلت انكمشت والهواء بقى بره دايس عليها، فالرئة ما بتمددش، ما بتعملش تغيير للغازات وكده، فبيبقى عنده مشكلة كبيرة، وممكن يعني نحطه على جهاز تنفس صناعي ده بعض الحالات. يعني هل هناك مضاعفات اخرى ايضا؟ في طبعا الاطفال زي ما قلنا الاعراض، في اعراض في يعني اعراض اثناء النهار، وفي اعراض بالليل، يعني الطفل مثلا هو بيلعب كده ممكن يجي له النوبه. وفي حاجه اسمها حساسيه المجهود، يعني الطفل ما يلعب رياضه يجري يعمل نبص ليه ان هو جات له النوبه. عشان كده الاطفال ديت بنقول لهم دايما قبل ما تلعب رياضة أو كده بعشر دقايق بيبقى معهم هم البخاخة، ياخد له بختين ويلعب عادي مفيش مشاكل. وبرضو من ضمن الموسعات الشعب اللي هي زي ما قلنا النيبولايزر ده موجود عندنا، يعني في معظم الأمهات دلوقتي لو ما عندهم حالة ولا حاجة فيها حساسية أو عندهم حد قبل كده عنده حساسية، بتلاقي عنده جهاز النيبولايزر ده لما الطفل يتعب يعني بدل ما يجي المستشفى وياخد وقت وكده بيبقى عمل له الجلسة. تمام. بالنسبه للاطفال ديت يعني لو الحساسيه استمرت مع دخول المدارس بتاثر على الطفل اللي هو في مدرسه، يعني ممكن ما يروحش المدرسه كتير لان المجهود بياثر على مجهود الطفل، المجهود والحضور وكده. اطفال كتيره جدا بيغيبوا على المدرسه عشان عنده الحساسيه. النقطه برضو الخطيره عند الاطفال ديت ان هو ممكن يصحى نص الليل
يصحى من الحساسية الشديدة، يقعد يكح يكح وعنده كتمة نفس، ممكن يفضل تعبان لغاية الصبح، وطبعا دي بتأثر عليه، ودي برضو من الـ يعني من الـ الأعراض أو العلامات اللي احنا بناخدها، يعني بنعمل تقسيمة كده للحساسية، بنقول الحساسية ديت هل هي حساسية بسيطة يعني بتيجي على فترات طويلة، ولا حساسية مستمرة مزمنة. الجزء المزمن ده أو الحساسية المستمرة ديت برضو بنقسمها لدرجات حسب حاجات كده، من ضمنها موضوع الأعراض بتاع بالليل، موضوع إن هو برضو ما يروحش المدرسة ويغيب عن المدرسة. تأخذ كلها ضمن الأعراض والمضاعفات للمرض. أي ما دي المضاعفات، والحساسية ما فيهاش مشكلة أبدا لو هي درجة بسيطة، ولو هي مش 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 يعني مش مستمرة مع الطفل. اللي بنخاف منه اللي هو الحساسية المستمرة الشديدة. يعني تخيل مثلا الطفل ده يعني كل يوم بيبقى تعبان، كل يوم بيكح، كل يوم بيزيق، كل يوم عنده كرش نفس، وبعدين بيستعمل البخاخات، يعني حتى بنحسب له هو عمل وخد بخاخه قد ايه في الشهر. الاطفال دي مثلا بيستعملوا بخاخات كتير جدا، لان هو كل شويه بيستعمل، غير انا مثلا جالي مره كل شهر كل شهرين استعمل بخاخه في الفتره دي وخلاص، او انا مثلا هلعب رياضه وقبل ما العب ابذل مجهود باخد العلاج. برضو زي ما قلنا النوعين من العلاج، علاج للنوبه الحاده دي لكل الحالات الحساسيه، وفي حاجه اسمها علاج وقائي. العلاج النوبه الحاده يعني الطفل بيجي له كرشه النفس او النهجان والكحه وكده والتزييق، بياخد موسع الشعب وجرعه كورتيزون بسيطه بيروح البيت. لكن لو كررت عليه بقى يعني لا برضو جدول ولا يعني كم مره وكده، وبيجي له بالليل ولا لا، او ما بتاثر على المجهود بتاعه وبتاثر على نشاطه في المدرسه، ديت بيسميها بياخد علاج وقائي، اللي هو برضو نفس القصه الموسع الشعب والكورتيزون. بس هنا الكورتيزون موسع الشعب ما بيبقاش بقى اللي هي النيبولايزر والحاجات دي، لا بيبقى عن طريق كبسولات كده فيها بودره وبتتحط في يعني في جهاز كده جاي مع العلبه، وبيحس ان هو تكه كده بيفرقع الكبسوله ديت ويطلع الايه الماده اللي جوه الطفل بيستنشقها وكده. إذن هذه أبرز طرق العلاج والمضاعفات للمرض. ما زلنا متواصلين مع الدكتور علي عبد الباقي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. إذن عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام، ومع الدكتور علي عبد الباقي استشاري أول أطفال وحديثي الولادة. دكتور، تحدثنا عن العلاج وعن طرق التشخيص وعن مضاعفات المرض، نتحدث الآن عن طرق الوقاية. والله هو الحساسية إن شاء الله يعني ممكن الأم لو هي أهم حاجة في الوقاية إن هي تتجنب التعرض للمسببات الخارجية. يعني انا ساعات بشوف حالات الطفل عنده حساسيه ومش عارف، والاب عنده حساسيه وبعدين الاب بيدخن والجد بيدخن، يعني ما مش معقوله كده. ما لو خد طفل مهما ياخد من علاج والمؤثر الخارجي موجود مش هيتحسن، مش هيرجع تاني. فاهم حاجه ان نتجنب العوامل الخارجيه اللي هي بتسبب، وبالذات طبعا لو احنا عرفنا ان في اكل معين برضو ما يتاخدش للطفل ده بالذات. مش كل الاطفال اللي عندهم حساسيه حساسيه صدر او رب عندهم يعني بنمنعهم الاكل. في برضو جزئيه كنت عايز اتكلم عليها، اللي هي ان ساعات الحساسيه او الرب بيجي بكحه بس، ويبقى الام حيرانه والطبيب نفسه حيران. يعني تيجي الام كل شويه ده بيكح، وكحه بالليل بيزيد عليه بالليل، ونفحص ونعمل وكده. طبعا الطبيب اللي يعني عنده خبره شويه ممكن يلقط الحاجات ديت، مجرد ان هو بيسال الام ان في حد عنده حساسيه ولا حاجه بنكتشفها يعني، وبيبقى نوع من الحساسيه برضو ان هو بيجي له كحه وبالذات بالليل. فاحنا بنعمل يعني اختبار يعني بنشخص وبنعالج، ان انا اديله موسع شعب. مش انا بقول الحساسيه اربع حاجات، من ضمن الحاجات الاربعه ان هو يستجيب للموسع الشعب، اديله موسع الشعب خلاص السكه ضيقه بفتح له السكه.
فبياخد هو طبعا هنا ما بيجيش بتزييق يعني بيجي بكحه بس، فبياخد موسع الشعر بيتحسن. في طبعا شويه يعني تعليمات او نصائح بنقولها للام ان يعني بنطمنها طبعا ان الحساسيه في الاطفال رغم انها منتشره ونسبه حدوثها كتير، لكن زي ما قلنا ان 90% منهم بيتحسنوا بعد 6 سنين، يعني لغايه 10 سنين كده بيبقى ما عندوش حساسيه. برضه بنقول للام يعني لقوا ان في بعض الاطفال عندهم حساسيه لما بيشيلوا اللوز واللحميه، لان دي عباره عن خلايا لمفاويه يعني جزء من جهاز المناعه، وهي اصلا الحساسيه او الربو هو خلل في جهاز المناعه، فلقوا ان الاطفال دي لما بيشيلوهم اللوز بيتحسنوا. في برضه بعض الناس بتدي فيتامين د، فيتامين د ده برضه بيحسن يعني بيخلي النوبات اللي بتيجي يعني خفيفه، وبيحسن بالذات الحالات اللي هي مزمنه وبتتكرر عنده الطفل. الاطفال دي برضه بننصحهم انهم ياخدوا تطعيم الانفلونزا اللي هي الموسميه ديت، يعني كل سنه كده بيبقى في فيروس الانفلونزا بيطلعوا له فاكسين بيختلف عن السنه اللي بعدها والسنه اللي قبلها. فالاطفال دي عشان هم عرضه او عندهم مشكله في جهاز التنفس يبقى عرضه للالتهابات والمناعه بتاعتهم بيبقى فيها مشكله، فبديله التطعيم ده. في برضو حاجه اللي احنا يعني ما اتكلمناش عليها اللي هي الحيوانات الاليفه اللي في البيت، يعني في بعض الاطفال بيبقى عندهم قطط كلاب ما اعرفش كده يعني بيلعبوا معاهم، فالوبره او الحاجات الخفيفه اللي في شعر الحيوان ده القطه او الكلب ممكن هي تكون السبب في الحساسيه تمام. وبرضه الرطوبه والاماكن اللي هي مش ما فيهاش تهويه كويسه جيده والمناطق الزحمه والحاجات دي. وبرضه الاطفال اللي هم عندهم حساسيه يعني ما بنحبش ان احنا نخليهم يلعبوا مع الاطفال التانيين لان هياخد عدوى، وهي العدوى نفسها يعني اي التهاب مثلا اللي هو غالبا بيبقى فيروسي ممكن يسبب برضه الحساسيه، يعني من ضمن الحاجات احنا قلنا الاكل والحاجات اللي في الهواء، من ضمنها كمان الالتهابات اللي هي نزلات البرد، يعني الطفل يجي له نزله برد يكح ويطلع هو عنده حساسيه كده يعني. بنخلي بالنا برضو ان الحاجات دي لازم نتجنبها. دكتور علي، كلمه اخيره تحب ان توجهها لمين؟ للاهالي، للمشاهدين الكرام. يعني انا بلوم بس الـ يعني الـ الكحه ديت يعني مش مرض، هي عرض، وان اطفال كتيره بيبقى عندهم كحه وبعدين بيبقى انا يعني نزلات برد عاديه جدا، والام بتستعجل او بتدي مضادات حيويه. المضادات الحيويه ديت فكره مش مستحبه قوي، لان سبب الكحه ما احنا لازم نعرف ان دي يعني كحه عرض مش مرض، فهو المرض زي ما قلنا واتكلمنا عنه، فانا ما ينفعش ان انا ادي مضاد حيوي الا في حالات معينه لما يبقى في التهاب في الصدر يعني في ميكروب كده فبدي المضاد الحيوي. وان شاء الله يعني برضو جزئيه الحساسيه مع الوقت بتروح، دي برضو بتطمن الامهات شويه، بالنسبه قليله جدا بيستمروا بقى بعد المدرسه ولغايه ما يكبروا يعني. لكن الاغلب تروح من الحساسية. الاغلب 90%. ما انا بقول لك الحساسيه في الناس الكبار قليله ليه؟ لان هم اصلا كان عندهم هم صغيرين، ففي فتره الطفوله النسبه عاليه، في جزء منهم بقى بيخف والبسيط هو بقى اللي بيستمر معاه وهو كبير. بس اذا كان ضيفنا لهذا اليوم الدكتور علي عبد الباقي، استشاري اول اطفال وحديثي الولاده. شكرا لك دكتور. الله يخليك. شكرا. الله يعطيك العافيه. وشكرا لكم مشاهدي الكرام، حتى نلقاكم في حلقه قادمه، دمتم في امان الله.